لا امور صعبه، الامور صعبه. طب هخش في نقطه تانية كابتن ايمن، وبنتكلم الايجنت، وكيل اللاعبين والمدربين دلوقتي. الايجنت ما كانش موجود في مصر قبل كده بالشكل الموجود دلوقتي، يعني عمليه الاحتراف دخلت وبدا الايجنت يشتغل. انت شايف ان دوت سبب كبير في تغيير المدربين يعني وكلاء اللاعبين من خلال علاقاتهم برؤساء الانديه، علاقاتهم بمجالس الاداره، هو اللي بيزن مثلا على ودان رئيس النادي يقول له لا الموضوع ده مش هينفع، فده بيكون ضغط اخر، حتى لو مش نادي شعبي، يكون ضغط اخر على رئيس النادي عشان يغير مدرب نتيجه لمصلحه للايجنت. ده بنسبه كبيره طبعا، بس انا هقول برضو نقطه عليهم، ان هم بيشتغلوا برضو مع المدربين الكبار والمعروفين، يعني هو ما بيضحيش ان هو يشتغل مع مدير فني لسه صغير او لسه طالع واسمه كويس ويشتغل معاه ويروح يعرضه على النادي ويضغط على النادي، لا هو برضه بيشتغل مع الاسامي اللي موجوده هي اللي في السوق عشان برضه يقدر يشتغل. يعني كمان هو الايجنت بيشتغل بينقي الاسماء الكبيره، لكن ما يجيش لواحد لسه عشان دي اللي مضمونه هتشتغل. ما خلي بالك ما فيها رزق، ما انا ممكن جدا اشتغل مع واحد لسه طالع وعامل شكل كويس، انه النطه الكبيره دي هتفرق معاه كمان في الفلوس، فهو هيكسب. يعني عايزه نوع من انواع الريسك شويه، هي عايزه ريسك. هي بص يا كابتن هاني، هو هي كلها حلقه مرتبطه ببعضيها، يعني رئيس النادي او مجلس اداره النادي لازم ياخد الريسك، معاه الايجنت لازم ياخد الريسك، لكن هم بيستسهلوا، هم خلاص احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين في شطرنج، هتلاقي المدرب كابتن ايمن يعني كمل كمل. هو اللي انا قلته المجالس الاداره بتريح نفسها وتريح دماغها، بجيب مدير فني انا جايب لك اسم مقدرش مش هتكلم فيه، انا جايب لك فلان الفلاني اكبر اسم في مصر، هتتكلم معايا في مين؟ هجيب لك مين دين؟ فبقول لحضرتك هو الوكيل دايما بيستسهل برضو الامور. انا نفسي كان في بعض الانديه سبب مشاياني منها وكلاء نادي طنطا، وانا موجود مع مجلس الاداره كان بيجي له سبب مشايانك وكلاء من انديه كنت موجود فيها، يعني الرجاء سبب مشاياني بعد ماتشين في الدوري الممتاز وكلاء. وكلاء بمعنى ان هو الوكيل بيروح هو اللي بيروح رئيس النادي يقول له غير؟ طبعا بيعرضه وبيكلمه مدربين وتليفونات وناس ثانيه غير، وما انت كده هتقع انت كده، وبرضه بيقعوا في الاخر بيقعوا مش ايه التغيير اخره ايه؟ وبرضه في الاسيوطي نفس الكلام، وفي الشرقيه حصل معايا الافلام كلها، الفيلم كبير جدا معايا في الشرقيه بعد ما كنت خلاص مديت العقد ومسكت الفرقه. اكيد 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 عمليه احباط رهيبه يعني طبعا، يعني ربنا رد الفعل رد الفعل عليكم بيكون اكيد بيكون سلبي، وبيبقى الموضوع بالنسبه لكم صعب جدا، انك بتحاول بقدر الامكان، وان الامور خلي بالك اصل اقاله او استقاله مدرب دوت عليها عوامل كتيره جدا جدا، فممكن نتكلم فيها كتير، لكن انا عايز احط ايديا على الحاجات اللي انتوا حسيتوها اللي انتوا عشتوها. انا هتكلم معاك في النقطه يا كابتن هاني، انا لو دورت على فلوس كانت عرض عليا عروض في الممتاز بضعفين وثلاث اضعاف مرتبي في طنطا. يعني اتعرض عليك في احد الانديه ببادجت اعلى في نادي واثنين وثلاثه بس انا ما بصيتش الموضوع، انا حبيت اوصل بس اكيد انا عارف انديه اعتقد الانديه اللي بتدفع كويس سيراميكا واللي يعني عايزه تصعد قناه اللي عايزه تصعد قناه وسيراميكا. الموضوع كان بالنسبه لي برضو عايز اقول للناس ان انا مدرب كويس، ان انا اقدر اشتغل عندي شغل، وان انا اقدر اشتغل ممتاز الف رساله عايز اوصلها بس، وبتهيألي ان انا الحمد لله يمكن وصلتها في الفتره اللي طبعا. يمكن انا الفتره اللي كنت موجود فيها طنطا ما نزلتش من الثلاث فرق الاخرى الا بعد انا مشيت حقيقي، ده يعني احنا لغيت لما انا مشيت وبعض المباريات عملت المباريات بشكل كويس واثنين عليك حتى في ال يعني في ال عدد النقط اللي ماسكها في الماتش الواحد في الدوري الممتاز يا كابتن خسرت في الماتش بيصيطك الماتش الوحيد اللي كان ممكن يعني قريب منك اللي كان مع كابتن عبد الناصر، يعني ده اللي تعتبر خسرته. انا خسرت اهلي زمالك بيراميدز مقاولين انتاج حربي، وكابتن عبد الناصر كان ماسك في سي مصر، ده الماتش اللي ممكن تقول ايه عشان فرقه كانت قريبه منك كانت قريبه منك فما ينفعش ان انا كنت اخسر، لكن بقيه المباريات كلها طبيعيه طبيعي جدا. يعني الفروقات الفنيه وفروقات بدنيه ويعني النهارده طنطا وصلت المركز الاخير اربع خسائر واربعة، انا ما خسرتش ماتشين واربعة غير من الاهلي والزمالك، فكل دي امور التقييم تبنى على ايه؟ يعني بس علامات كلها علامات استفهام. يعني انت بتقول عمليه تقييم المدرب غير لا طبعا مش فنيه غير يعني مش موجوده اصلا عشان اقول لك يعني مش موجوده. طيب كابتن عبد الناصر عايزين نحط بعض الحلول، يعني احنا بنتكلم في مشاكل كتيره وبنتكلم ان احنا عندنا واحد اثنين ثلاثه الرؤيه الفنيه مش موجوده، يبقى انت لازم تتكلم لازم يبقى في لجنه فنيه. يعني خلينا نتكلم نقط اللي احنا اتكلمنا فيها، احنا اول حاجه قلنا هو الحلقه الاضعف او الحلقه الضعيفه في المنظومه فده ممكن نظبطها زي من خلال عقد، ممكن نظبط الموضوع ده، هل من خلال يكون عندك
عندك تتفق على فيجن او بتتكلم على بروجكت، بتتكلم على مشروع، ان انت ما ينفعش انا عايز اشتغل معاك، لا انا هشتغل معاك 3 سنين عشان اوصل للنقطه اللي انت عايز توصل لها، وما ينفعش خلال الثلاث سنين تسيبني، لو سبتني هيبقى في شروط جزائيه عنيفه شويه عنيفه. فعايزين نقول حلول، يعني انتوا شايفين من وجهه نظركم ان ايه القصه تتحل تبقى افضل من اللي عليه دلوقتي ازاي؟ انا شايف ان في اول حاجه في كل نادي لازم يبقى في لجنه فنيه موثوق فيها جدا بتقيم المدرب صح، ويبقى في زي ما حضرتك عارف المسطره اللي هي بتحط ايه، احنا عايزين احنا هدفنا كذا، يبقى المدرب اللي احنا هنجيبه لازم يبقى شروطه كذا، 1 2 3 4. دي مهمه جدا، لكن اختيار المدربين كده حسب الوكيل ما بيكلمني ويقول لي وشوف ده كويس، طب ما هو انت برضو انت كرئيس نادي او كمان يعني ده كويس انت قيمه، انت برضه انت يعني انت شوف قيم ما بين ده وما بين ده، مش شرط ان ده اشتغل في الدوري الممتاز كتير هيبقى كويس، طب ما انت قيم اللي برضه اللي بيشتغل. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، ممكن واحد يمشي دلوقتي من الدوري الممتاز من الاسماء الكبيره يمشي بكره تلاقيه بعد بكره في نادي تاني، طيب انت مش شايفه السنه دي مثلا ممكن يكون مش موفق او مش ماشي كويس، او هو ممكن ما يمشيش معاك في النادي بتاعك بالسيستم اللي انت عايزه. انا ده اللي انا بتكلم فيه، ان لازم يبقى في لجنه فنيه موثوق فيها تماما. تقعد تحط معايير للمدرب اللي هتختاره للنادي بتاعك. طيب دي نمره 1، دي لجنه الفنيه تحديد الهدف، ما بين المدرب وما بين اداره النادي. تمام. انا هشتغل على ايه، هدف ايه، هشتغل على مربع، هشتغل على مركز في النص، هشتغل على ان انا ما انزلش وما اهبطش، دي كلها بتتفق عليها وبناء عليه بتحط شروطها وتعمل العقد بناء على الكلام ده، واشتغل معاك السبب ما جيش بعد ماتشين بعد 3 ماتشات ما فيش مشكله بالنسبه لي، واضغط عليك وازهقك، ودي بتحصل كتير في انديه كتير في مصر، في مكافئات ما تطلعش، فلوس ما تطلعش، مرتبات ما تطلعش، ما تلاقيش ادوات، ما تلاقيش في الاخر، عشان انت تاخد بعضك وتمشي. يبقى انت حضرتك بتتكلم على التارجت الهدف، والهدف مرتبط بامكانيات، يعني انت ما تجيش تقول لي انا دلوقتي عايز ابقى في المربع الذهبي وانت امكانياتك الماديه ما تقدرش تجيب لعيبه، ما تقدرش تعمل فتره اعداد بشكل كويس، فانت كابتن بتتكلم على الهدف مرتبط بالامكانيات. امكانيات. وفي خلي بالك برضو انتوا ناقشوني في الكلام ده، بعض الانديه الشعبيه عندها المشكله ديت اللي بتوصل للجماهير، الجماهير معذوره، اذا كان الاتحاد السكندري نادي كبير، اسماعيلي نادي كبير، نادي المصري نادي كبير، لكن هتتكلم على وجود احد الانديه دي في المربع الذهبي كان موجود امتى، او تمثيلها على مستوى الافريقي امتى؟ رجل اعمال عشان امكانيات الماديه، يعني هي بنتكلم على هدف. فكمان انا بعذر الجماهير لانها طموحاتها بتعلى لان اسم النادي كبير، فبيبدا المسؤولين لا احنا السنه دي ان شاء الله هنبقى في المربع الذهبي. طب التصريحات اللي بيطلع بيها رئيس النادي والتصريحات اللي بيطلع بيها عضو مجلس اداره او مدير كوره لازم تكون بناء على يعني على ارض صلبه، زي ما بيقولوا على معطيات قدامك، على معطيات قدامك تقدر تقول الكلام دوت. فاعتقد دي نقطه كمان مش موجوده عندنا، مش موجوده عندنا. طيب كابتن ايمن، في حديثك كنت بتتكلم ان في مدربين مصنفين ان فلان الفلاني كابتن ايمن المزين كابتن عبد الناصر مدربين مميزين جدا، والكابتن ايمن المزين عنده قدره على الصعود انك تقدر تصعد فريق للدوري الممتاز. طيب في الدوري الممتاز هل في تصنيف للفرق يقول لك والله الكابتن عبد الناصر ده ينفع لطنطا بس ما ينفعش لسموحه، او ينفع للاسماعيلي لكن ما ينفعش في المصري؟ التصنيف ده موجود، يعني موجود في الانديه الدوري الممتاز؟ ده اللي حضرتك قلته، لو حصل للانديه بتحدد الهدف بتاعها كانديه، يعني لا انا اقصد ده موجود، انتوا حاسين ان ده موجود؟ لا 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 خالص، مش موجود، لا لا خالص. بدليل انديه كتير النهارده بتشتغل في انديه جماهيريه وتشتغل في هيئات خاصه وتشتغل في مؤسسات، كل ده بيتنقلوا، فما فيش ما فيش ما فيش تخطيط معين للموضوع ده. لكن لو حضرتك بتقول لو حضرتك قلت على الكلام اللي يتنفذ ان انا النهارده بقعد مع المدير الفني وبعمل مقابله وبناء عليه على فكر النادي وطريقه النادي واسلوب النادي، ديت بقى تفرق بقى في المدربين. في مدرب هينفع هنا ومش هينفع هنا. هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الموضوع ده حاجه واحده، ان دايما يقول لك اصل المدرب ده لو اشتغل في نادي مش جماهيري، نادي شركات، هينجح فيه، لو اشتغل في نادي جماهيري ما بيستحملش. هي بس في الحته دي اللي موجوده. لا وفي حته ثانيه اقولها لك، موضوع الكيمياء، يقول لك المدرب ده كميته حلوه، مش راكبه يعني اصل موضوع الكيمياء ده برضو يعني في لفظ طلع اليومين دول او متدرج، اصل فلان الفلاني كميته تمشي مع ده، وكميته تمشي مع ده، الكلمه مش جديده بالنسبه لي، مش من ناحيه فنيه قوي، لكن ممكن جدا
لو اتكلمنا ان كاركتر المدير الفني ده ماشي مع كاركتر الفرقه ديت، لكن مش كيمياء ودايما، ومش دي قاعده ثابته، دي مش قاعده ثابته. يعني في انديه من نوعيه، من نوعيه الادارات، مجالس الادارات من النوعيه اللي ما بتحبش اثاره المشاكل او مشاكلها تبان بره، بمعنى ان ممكن يبقى في خلافات وفي مشاكل جوه في النادي، بتبقى مقفوله جوه النادي ما بين المجلس وما بين المدير الفني، ويبقى مقفوله ويتحل جوه. في مديرين فنيين مش كده، في مديرين بيحبوا يزيروا المشاكل وصداميين، في انديه ما تحبش المدرب الصدامي. يعني بيختار كمان المدرب ده مدرب صدامي ولا مدرب يحتوي الموقف. انا من النوعيه اللي ما بحبش الصدام، مش صدامي، ما بحبش اعمل مشكله، ولو في مشكله ما بظهرهاش. بتحلها في اوضه مغلقه مع رئيس النادي. لا بس المشكله برضو ان مجالس الاداره بتعتبر المدرب الصدامي، يعني انا راجل مثلا لما بشوف مشكله عايزها تتحل بسرعه، فلما بتكلم معاهم انا ما بظهرهاش بره، لكن بتكلم مع مجلس اداره، مجلس اداره مش عايزك كل شويه تصدر له مشكله. طب ما هي مشكله عندك، مشكله في الفرقه، مشكله عندك. يعني ما بحبش المدرب اللي بيعمل له صداع، بمعنى صح، او اللي بيجي في صف لعيبته شويه. برضو. طب ما دي نقطه مهمه برضه. يعني معلش، يعني انا اللعيب ده، ما انا اللعيب ده عشان لما ينزل لي، انت عارف يا كابتن هاني، لازم ينزل لي صافي الذهن تماما، مش كل يوم يجي لعيب يقول لي اصل انا ما خدتش فلوسي، اصل انا ما خدتش فلوسي، اصل انا ما خدتش فلوسي. ما انت برضو دي نقطه مهمه، انت اكيد انا من نوعيه المدربين اللي بتقف جنب لعيبتها بالظبط، نمره واحد، لان هو ده الاداء بالظبط اللي بقى بيه.